ومع قرب عيد الأضحى المبارك بتتردد كتير من الأسئلة عن فضل الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وكمان بتتكرر أسئلة كتير عن الأضاحي ومواصفاتها وطرق الذبح وتوزيع اللحوم على الفئات اللي بيستحقوها. ده اللي هنتكلم فيه النهاردة، وهنجاوب على كل الأسئلة اللي بتشغل حضراتكم مع ضيفنا اللي بينضم لينا في هذا الصباح، دكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا وصباح الخير على الجميع، ويعني ننتهز هذه الفرصة العظيمة لنتقدم بالتهنئة لهذا الشعب العظيم، وللتهنئة لجموع الإنسانية كلها باستقبال هذه الأيام المباركة والنفحات العطرة، الأيام ذي الحجة والتي ستختم عشرها بعيد الأضحى المبارك، وهي أيام عظيمة يفتح الله سبحانه وتعالى فيها من السعادة والبهجة ما يشاء لعباده أجمعين. في البداية حضرتك ممكن توضح لنا فضل الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟ طبعا هذه أيام مباركة عظيمة كشف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرها، وكشف لنا فضلها لما أخبرنا بأن العمل الصالح في أي يوم من أيام السنة ليس كالعمل الصالح في هذه الأيام، بل الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل الأعمال في يوم من أيام السنة. نعم، هناك ليالي شهر رمضان، وطبعا هذه ليالي شهر رمضان أفضل من أي ليالي، لكنه أو خصوصا عشر الأواخر من رمضان، لكن العشر الأوائل من ذي الحجة هذه الأيام أفضل الأيام وأعظم الأعمال الصالحة ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، وخصوصا وأن التاسع والعاشر من هذه الأيام التاسع وهو يوم عرفة الذي يقف فيه الحجيج في عرفات ويعمم الله سبحانه وتعالى فيه النفحات والرحمات على أهل الموقف وعلى غير أهل الموقف من عموم الناس أجمعين، والعاشر وهو يوم الأضحى وهو اليوم الذي يتقدم فيه الناس بأضاحيهم إلى الله سبحانه وتعالى، فتشهد لهم الأضاحي وتشهد لهم الصدقات وتشهد لهم الصلات عند الله سبحانه وتعالى كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح في هذه الأيام الأعمال الصالحة، ويسمح لي المشاهد أننا نوضح العمل الصالح ماذا يكون وكيف يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح هو العمل الذي يحتوي على واحد أو على ثلاثة أمور. الأول الأمر فيه تعبد لله سبحانه وتعالى زي الصيام، وكما اعتاد كثير من الناس أن تصوم هذه الأيام، طبعا باستثناء يوم العيد فإن الصيام فيه غير مشروع، ومثل الصلاة أكثر من الصلوات، مثل ذكر الله سبحانه وتعالى وهو من أفضل الأعمال خصوصا في هذه الأيام، الإكثار من قول لا إله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الذكر والباقيات الصالحات التي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فالذكر من الأعمال الصالحة. أيضا صلة الناس ومساعدة الفقراء، وقد جعل الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الأيام هذه العبادة التي ننظر إليها جميعا، وهذه وعبادة الأضحية، لأن فيها جبر لخواطر الناس سواء كان من الفقراء أو من الأصدقاء أو حتى من أهل البيت، فيه توسعة على أهل البيت، وهذا نأخذ منه أن صلة الناس وتزكية النفس لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأيضا عمارة الأرض والعناية بشأن الوطن والعناية بشأن الدوائر المحيطة بالعناية بهم والاهتمام، الإحسان
إليهم وإحسان الأعمال التي أقامنا الله سبحانه وتعالى فيها والإتقان. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. في مقدمة الحديث التي أتكلم فيه عن تقاليد وسنن ذبح الأضاحي وكذا، فيقول فيه إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإتقان الأعمال، كل الأعمال وهذه النوايا الصالحة تحسب في الأعمال الصالحة التي صح فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الأعمال أعمال السنة في تكون في هذا العشر الأوائل من ذي الحجة. وهذه دعوة للجميع أن نكثر من كل الأعمال ونكثف النشاط من كل عمل فيه عبادة لله سبحانه وتعالى، فيه صلة للناس والمجتمع وتزكية للنفس، وأيضا كل عمل فيه تعمير وإتقان للواجبات التي يقوم فيه بها الإنسان أيا كان موقعه وفي كل مكان.